سلام عليكم. تفضلوا استريح. تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الحضور الكرام، كل عام وحضراتكم بخير. نحتفل اليوم ويحتفل المسلمون في شتى بقاع الأرض بذكرى مولد سيد الخلق المبعوث بالهدى والرحمة ودين الحق، الإنسان الكامل، الذي نحتفل بذكراه بذكرى مولده تمكن في 23 سنة قضاها في حياته النبوية على الأرض من أن يقدم للتاريخ نموذجاً للأمة المثالية يعرضه على الأجيال منذ قرون. إن هذا المولود الكامل صلوات الله وسلامه عليه لم يكن في زمن مضى ولا في زماننا هذا بحاجة من الإنسانية إلى تخليد ذكراه، فإن الله قد رفع له ذكره وشرح صدره للهدى والحق وقرن اسمه باسمه عز وجل في شهادة الملايين له آناء الليل وأطراف النهار بأنه أدى رسالة الله كاملة. فما أحوجنا في ذكرى صلى الله عليه وسلم لأن يذكر بعضنا بعضاً أن سعادتنا وهناءنا وكرامتنا وقوتنا وصدق انتسابنا إلى صاحب هذه الذكرى موقوف على الأخذ برسالته وما اشتملت عليه من مبادئ وأخلاق وأحكام ومقاصد. وخير ما نستهل به حفلنا آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا سراجا منيرا.
وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم.